بدأت الحكاية في القرن 17 عندما لاحظ روبرت بلوت المسؤول بمتحف أشموليان بأوكسفورد عظمة حوض عملاقة، فقال إنها تعود لحيوان عملاق عاش قبل التأريخ. وبعد أن درس العلماء تلك الحفرية توصلوا إلى أنها تعود لحيوان مفترس ضخم عمره 165 مليون عام، وبقي الوضع كما هو عليه حتى عام 1842 عندما درس عالم التشريح ريتشارد أوين حفريات لبقايا عمود فقري ضخم، فأدرك التشابه بين هذه الحفرية والحفريات اللي درسها روبرت بلوت والعلماء الآخرين. وللمرة الأولى في التاريخ سميت تلك الحيوانات داينوسور على يد العالم أوين، ومن هناك بدأت الدراسة الفعلية لتاريخ الديناصورات. اشتق مصطلح ديناصور من الكلمة الإغريقية داينوس بمعنى عظيم أو قوي أو مذهل، وسورس بمعنى زاحف. لكن في قاموس ميريام ويبستر فإحدى تعريفات كلمة ديناصور أنها أشياء ضخمة بشكل غير عملي وعفى عليه الزمن. وفي قاموس أوكسفورد تستخدم كلمة ديناصور للإشارة إلى الأشياء أو الأشخاص الذين لم يتكيفوا مع المتغيرات المحيطة بهم، حتى احنا نقول والله هذا ديناصور. طبعا هذه التعريفات أغضبت علماء الأحفوريات والمتخصصين في دراسة الديناصورات بالتحديد، ومنهم عالم الجيولوجيا والأحافير كينيث لاكوفارا اللي تعجب كيف لهذه المخلوقات التي يعني كانت مخلوقات البرية الأنجح في التاريخ والأكثر قدرة على البقاء، كيف يتم وصمها بأنها مثال لفشل عصور ما قبل التاريخ. أكيد بعضكم يتساءل الآن كيف ولماذا انقرضت الديناصورات؟ في عام 1980 قدم الفيزيائي لويس فالتر ألفيريز نظرية تقول إن الديناصورات لم تفشل في الازدهار، ولكنها ماتت عن بكرة أبيها نتيجة اصطدام نيزك ضخم بكوكب الأرض أودى بحياة 75% من الكائنات الحية على سطحها. ووجد أثر هذا النيزك في خليج المكسيك في عام 1970. اكتسبت النظرية أيضاً مزيداً من الدعم في التسعينات لما اكتشف العلماء فوهة اصطدام كبيرة يبلغ اتساعها حوالي 180 كيلومتر في شبه جزيرة يوكوتان في أمريكا الوسطى. يرجع عمرها إلى الحد الفاصل بين العصر الطباشيري والعصر الترياسي قبل ملايين السنين، وهي الفترة نفسها اللي انقرضت فيها الديناصورات. لكن ما زال سبب انقراض الديناصورات هو أمر غير مفصول فيه بشكل نهائي حتى اليوم. علماء الأحافير يذهبون في رحلات بحث في زوايا العالم النائية ويكتشفون بقايا ديناصورات بشكل متسارع، فمن عام 2016 وحتى الآن اكتشفوا أكثر من 31 نوع من الديناصورات. كنز المعلومات هذا مهم جداً في فهم الكثير من المتغيرات البيئية من حولنا، يعني لو أردنا تصميم نظام لنقل الأحمال الثقيلة على التضاريس الوعرة فالديناصورات قد فعلوا ذلك. وهناك أنواع من الديناصورات ذات الرقبة الطويلة اللي اسمها ساروبودز كانت عندها قدرة على تبريد أجسامها من الداخل، وهو أمر غريب حقا حتى في بحثنا عن القدرة على التكيف. فالعصافير تعتبر التطور الحالي للديناصورات الطائرة اللي نجت من أسوأ كارثة في ربع مليار سنة. ومن خلال دراسة الديناصورات قد نصل لإجابات مهمة لنطور العلوم وحياة الإنسان. تصنف الديناصورات كنوع من أنواع الزواحف عاشت منذ 230 إلى 66 مليون سنة، وعاشت على مدار ثلاث حقب زمنية رئيسة قسمها العلماء كالتالي: الحقبة الترياسية ترياسيك بيريد، وهي الأعلى حرارة في تاريخ الأرض على الإطلاق، ولذلك عاشت الديناصورات آكلة النباتات في القطب الشمالي والجنوبي. ثم الحقبة الجوراسية جوراسيك بيريد اللي كانت قبل 200 إلى 145 مليون سنة، وفيها ارتفع منسوب المياه قليلاً وظهرت الديناصورات المفترسة اللي سكنت في المحيطات. وأيضاً ازدادت المسطحات الخضراء والمستنقعات الطينية في تلك الفترة. وأخيراً الحقبة الطباشيرية الأخيرة أو كريتيشيس بيريد
اللي كانت قبل 145 إلى 66 مليون سنة، حيث حدثت تغيرات مناخية كبيرة وانخفضت درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، إضافة إلى ازدياد نشاطات البراكين وبدء انفصال القارات. شو أول شيء يخطر في بالك لما تسمع كلمة ديناصور؟ فيلم جوراسيك بارك، صح ولا لا؟ الفيلم اللي أنشأ فيه رجل أعمال مهتم بالعلوم حديقة الديناصورات في جزيرة نائية، حيث تم استنساخ عدة فصائل من الديناصورات عن طريق أخذ عينة من DNA موجود في بعوضة محبوسة في قطعة كهرمان قديمة عاشت أيام الديناصورات. لكن في العالم الحقيقي تفوق علماء الأحافير على صناع الفيلم بعدما اكتشفوا في 2016 أجزاء من ذيل أحد الديناصورات في قطعة كهرمان مع أجزاء من الريش والجلد، تصوروا. لكن حتى مع هذه القطع اللي تحتفظ بآثار موادها العضوية الأصلية، فإن فرص استخراج DNA لهذه الديناصورات بالتقنية الموجودة عندنا اليوم هي فرص تعتبر شبه معدومة. أشهر الديناصورات هو تيركس، واسمه الكامل هو تيرانوسورس ريكس، ويطلق عليه لقب ملك الديناصورات، وهو أحد أكبر الديناصورات اللي نعرفها حتى الآن آكلة اللحوم، وهو عضو في عائلة الديناصورات التيرانوسوروديا الضخمة ذات الأذرع الصغيرة والأيدي ذات الإصبعين. تم العثور على أحافير تيركس في غرب أمريكا الشمالية من ألبرتا في كندا إلى تكساس في الولايات المتحدة، وأكبر وأكثر هيكل عظمي مكتمل للتيركس سمي سو، تيمناً بعالمة الأحافير اللي اكتشفته سو هندريكسون، ويصل ارتفاع الهيكل إلى 4 أمتار عند الوركين، وطوله أكثر من 12 متر، ووزنه حوالي 9 أطنان، ولديه ذيل كبير وقوي ليوازن رأسه الكبير. أضخم ديناصور عاش على كوكب الأرض يدعى أرجنتينوسوروس، اللي لقح فرياته في الأرجنتين وعاش في الحقبة الجوراسية، يبلغ وزنه 100 طن وطوله 45 متر، يعني بقياسات اليوم فحجم أرجنتينوسوروس أضخم من حجم ملعب كرة سلة وأثقل من طائرة نفاثة. تصوروا، هذا الديناصور كان من آكلين النباتات، وبالتالي ما كانت عنده أسلحة بدنية كالمخالب، ولم تكن لديه مهارات للصيد، ولكن صفاته المميزة كانت في ضخامة عموده الفقري الواسع ذو الصلابة العالية، وطول رقبته اللي كانت تخليه يأكل من الأشجار العالية. هل تذكرون الديناصور الذكي بلو من فيلم جوراسيك وولد؟ هذا الديناصور اسمه بيلوسي رابتر، ويسمونه اختصارا رابتر. عاش في الحقبة الجوراسية، ووجدت حفرياته في آسيا أو منغوليا تحديدا، حيث بنى أعشاشا كبيرة لحماية صغاره. وتكمن مميزات الرابتر في سرعته ورشاقته، حيث أنه يستطيع أن يعدو بسرعة 64 كيلومتر في الساعة، وله مخالب قاتلة. رغم أنه كان يصطاد فريسته حية، إلا أن هناك بعض الدلائل اللي تقول أن أيضا كان يتغذى على بقايا الحيوانات اللي صادوها حيوانات أخرى. مثل ما قلنا، هناك ديناصورات عاشت في المحيطات في الحقبة الجوراسية اللي سماها العلماء الوحوش البحرية، وكان أخطرها على الإطلاق ديناصور ليوبليرودن اللي عاش حتى نهاية الحقبة الطباشيرية. هذا الديناصور حفرياته لقوها منتشرة في أماكن كثيرة كالمحيط الهادي، أمريكا الشمالية، وأستراليا، وآسيا، واشتهر بأسنانه الحادة وعضته اللي تقدر تكسر أي عظام مهما كانت صلبة. يقول العلماء إنه قياساً بالوقت الحاضر، فعضة ليوبليرودن تقدر أن تقسم سيارة إلى نصفين. أما عن الديناصورات الطائرة اللي ما كانت في الأصل ديناصورات ولكنها صنفت كذلك، فأشهرها هو الديناصور توروسوروس اللي يبلغ طول جناحه 12 متر، وله رأس ذو فم يصل طوله ل 2.5 متر، كان يساعده على التقاط فريسته كالديناصورات الأخرى والحيوانات اللي على الأرض. ويصل وزن هذا الديناصور ل 250 كيلوغرام، ويقدر حجمه قياساً بالوقت الحاضر بحجم طائرة صغيرة. ورغم هذا الحجم إلا أنه كان ذو وزن خفيف، فعظامه كانت تحتوي على سلسلة من الأكياس الهوائية، مما كان يساعده
في التحليق عاليا في السماء. الحين حد قد يقول شو المهم في نحن نعرف أي شيء عن الديناصورات؟ الكلام عن الديناصورات له وقع ساحر في نفوس الناس، ولهذا فإنه يجذب غير العلماء لاكتشاف العلوم وربما التخصص فيها. وهنا أتذكر كلام أحد علماء الأحافير اللي بلاموه أصدقائه لأنه يلقي محاضرات كثيرة في المدارس عن الديناصورات، فقالهم أن لما يتكلم عن الديناصورات فإن الطلبة كلهم يسمعون باهتمام ويأتون بعد المحاضرة عندهم 1000 سؤال وسؤال، ومن خلال التفاعل معاهم يقول يعني يحس بأنهم يبون يدخلون في مختلف العلوم، فيبدأ ينصحهم أنت جيولوجيا، أنت كيمياء، أنت فيزياء. ويقول أنه لو كلم الطلبة عن الجيولوجيا أو الأحافير مباشرة فربما لن يستمع إليه أحد. عالم الديناصورات ما يزال غامضاً، لكن العلماء لا يألون جهداً لاكتشاف ذلك العالم اللي يبدو أن كشف أسراره ستفيدنا مع فهم الأرض والحياة أكثر. ما حد يقدر ينكر أن أعمال نيوتن وأينشتاين وداروين وغيرهم من العلماء قد أفادت البشرية كثيراً حتى بعد رحيلهم، وكذلك دراسة الديناصورات من يدري إلى أي مدى راح تفيد البشرية. لكن أتمنى أننا لو استطعنا أن نولد الديناصورات مثل ما صار في جوراسيك بارك أن لا يكون مصيرنا كمصير أبطال الفيلم.